السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. ورجعت لكم فيديو جديد، فيديو خفيف كما العادة، وفي تسريبات خرافية كما شفتوا بالعنوان، يعني حيوان جديد، إيكي جديد، وحوايج بزاف جداد أخوتي وتسريبات. بس قبل ما نبدأ أخوتي، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انزله على القناة، وتضغط على زر لايك تشجيعني هنا على نشر المزيد. ويلا بينا يا اصدقائي، ما طولش عليكم. Caga girando no pompom da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda sua rego, tô cheio de ódio, a tropa do moçózinho que sabarca. Explode a blaze da fuga na blaze, de foco na curva tu vai capotar. Fala que é bandido, mó marra de brabo, então pia na reta tenta me pegar. AK do Flamengo, muito barulhento, famoso na roda por mata alemão. Caga girando na função dos cria, polícia safado sai do caveirão. اهلا بكم من جديد يا اصدقائي، وكما تشوفوا في الصورة، هذه هي صورة جديدة بعد التحديث لها يعملوه. وكما تشوفوا في سكين ناس بتاع الاساسن، زي الاساسن انا بيشوف، وفي حيوان هنا شفتوا، حيوان بامبي ده وما اعرفش الوردي، يعني حيوان جديد، هل يكون فيه خاصيات كده؟ نشوفه اهو يا اصدقائي، يعني هذا هو الحيوان اللي هينزل قريب. هو يكون مهمته يعني تصليح الكودة والفيست زي كده أظن، أنا ما أظن أنا. وهذه هي الصورة، نشرتها قارينا على صفحتها الرسمية في انستغرام، يعني شنو غادي ينزل في الأسبوع على طول. سكين ناس، وفي حوايج بزاف، في سكين عيد الحب، في الاي كي، في سكينات دايموند، في سكينات كتير ام بي 40، وفي الرقصة النادرة اللي ما عندش حتى شي واحد من غير علي عمر. انا شفت علي عمر هو اللي عنده كاع، ومع قريبة تنزل ايضا، والكل هي خدها يمكن في بالدايموند يمكن، ما عرفش، المهم هتنزل. وهذا هو الايكي اللي هينزل بعد التحديث مع السكنات دول بتاع الدايموند، والسكن الايكي بتاع الاسلحة اللي غادي ينزل. المهم هو هذا اخوتي، والميزه ديالها يكون واحد في الضرر، اثنين في الثبات، واحد بالدمج، اثنين بالبريسيزيون. لهنا يا اصدقائي يكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى تشترك في القناة وتفعل الجرس وتضغط على زر لايك، وتشارك الفيديو مع اصحابك واللي بيهمهم الامر من لعبات فري فاير. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. بيس.